كنا حابين نتكلم على الفايدة وتوقعات حضرتك ليها الفترة الجاية، وحضرتك شايفة ممكن يبقى الاتجاه ناحية التثبيت تاني أو التخفيض، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم ل 24%، فحضرتك شايفة الموضوع ده ازاي؟ يعني الحقيقة إن البنك المركزي في هذا الأمر، يعني أنا شايفة إن هو بيقابل تحديات عظيمة. بمعنى أنا عندي رفع لأسعار المحروقات، رفع أسعار المحروقات معناه إن هيبقى عندي زيادة في الأسعار. ليه؟ لأن أي حد في السوق يقول أصل الأسعار المحروقات اترفعت، فده معناه بالنسبة لي إن أنا زادت عندي التكاليف، فبالتالي هيحصل نوع من التضخم مرة أخرى. والحقيقة إن المركزي بيحارب ذلك، وإحنا في مصر مضطرين علشان خاطر فكرة إن إحنا ملتزمين فيما يخص بقى مراجعة الصندوق وما إلى ذلك. والحقيقة كمان إن الموضوع يعني مرهق جدا على الحكومة المصرية، فكرة الدعم طوال الوقت مؤخرا، لأن يعني أنا عندي إيراداتي لا تغطي مصروفاتي، وعندي عجز لابد من تغطيته، فأصبح هذا الأمر اللي يعني نقدر نقول توجهت إليه الحكومة المصرية. طيب ده معناه ارتفاع مستويات التضخم. طيب يعني على صعيد آخر، هنلاقي إن البنك المركزي بيستهدف من خلال سياسته النقدية هو استقرار الأسعار، ويهدف إلى الوصول بالتضخم إلى المستويات المقبولة وما إلى ذلك. فبالتالي هو عنده مشكلة تانية، عندي قرارات في السوق تؤدي إلى مزيد من التضخم، بالإضافة إلى رغبته في كبح جماح التضخم. فأنا شايفة إن هو هيستمر في التشديد النقدي حتى ولو لم يتم رفع أسعار الفايدة، لكن تخفيض سعر الفايدة بشكل كبير أو هيتم تخفيضها يعني خلال الفترة القادمة هيكون صعب شوية. ليه بقى؟ لأن أنا عندي في الفترة الأخيرة عندي تدفق للأموال الساخنة، والحقيقة إن الحكومة المصرية تعول عليها في الوقت الحالي للخروج من الأزمة، وده معترف بيه من جميع الناس. أو بالنسبة لي طبعا المفروض ده يتم التعويل عليه، لكن هي خروج من عمق الزجاجة زي ما كلنا عارفين، وهي فعلا ساعدت مصر في الخروج من أزمتها الراهنة. فبالتالي المركزي لو بدأ بتخفيض أسعار الفايدة بشكل مستمر، فده معناه إن في احتمالية لخروج الأموال الساخنة خارج مصر مرة تانية، ممكن تعمل مشكلة. فبالتالي المركزي يحتاج إلى مزيد من الحكمة في هذا الأمر. ممكن أعتقد إن هو ممكن يثبت أسعار الفايدة، يعني اعتقد كمان خلال الاجتماع القادم ان شاء الله، ولو الدنيا ان شاء الله بدات انها تكون تستقر، ممكن يتم تخفيضها او تخفيض اسعار الفايده بوتيره يعني بطيئه شويه، لكن ان هو يخفضها بشكل يعني اجريسيف، لا يعني دي حاجه انا يعني لا اتوقعها تماما، اتوقع التثبيت ان شاء الله.